كونتاكتي لي زونترنور واحد منهم قلنا هذا ينجم يكون في الاسبيرونس شنو طلبته؟ طلبته 70,000 اورو بار موا باهي نجم تقبل نقول نرجعنا نربح الشامبيونز ليغ خاطر الشامبيونز ليغ احنا نشوف المصاريف الكل نجم يشوف في الدار كي يقول لك انا سيناتور بريم 100,000 اورو تربح سوبر ليغ 300,000 اورو تربح شامبيونا 200,000 اورو قلت له احنا نربحوا فيها الشامبيونا 100,000 اورو الكوب تونيزي به قابلين ماشي دار بالبيسي وي سو ميريت لا قلت له وقتها ما عرفتش باش تقول لي هاي المرة خذ البارك خذ الاوتيل واحنا المشاريع اللي كانت في أهلا جاي خلع صحيح طبعا يصير لو عنده وقت مش عارف ولا طارق ثابت لازم تشجعوني صدقوني معناتها انا راني من الاول عيطت له قلت له راه مش عندك دو ماتش تنجح فيهم والجمهور يوافق زاد كيف كيف راه مش قاعد انت اونترنور ما نجحتش تقعد ديريكتور سبورتينغ انتم حاضرين نجحت خدام بثمانية تاع الصباح الرجل يروح نص الليل عاد ديريجون تاعو عندك الجينيراسيون اللي طالعه عليه بيهم اي معناتها نجيب لهم ايترونجي ما نجيبش انا ما عرفتش انتم موافقين ولا هذا تونسي احنا نشجعوا تونسي ولا الجمعيه نشجعوا